أول فعالية من فعاليات المنتدى العربي للغات والتواصل في هذه السنة الدراسية، وهو لقاء شرفنا بحضوره تحت عنوان سيميائية المقاومة والتضامن، تنميم المجد، تاريخ لوحة، في معهد الدوحة للدراسات العليا. الرسم بالنسبة لي أنا أشوفها هي عبارة عن هي لغة عالمية يفهمها الجميع، فكل ما كانت الرسمة أو معقدة كل ما كانت أسهل، وكل ما كانت بسيطة كل ما كانت أصعب. بعض الأسئلة، وإذا مسألت سؤال أنت تقدرين تسأليني إياه. الأسئلة أنت قدامك هنا. ما هي بعض اللوحات التي رسمتها والتي تحتل مكانة خاصة بالنسبة لك؟ فهذه هي اللوحة يعني اللي ما بعدها راح تكون في لوحة أو ثلث لوحة، ولا قبلها كانت في لوحة. لماذا بالضبط هذه اللوحة، لوحة الناس، تحولت إلى أيقونة وطنية؟ هل كنت تعتقد مثلا أنك حين كنت ترسمها كنت تعتقد أنها ستصل إلى الانتشار الواسع؟ في العالم كله، ما أقدر أقول بس في قطر، لأن بظلمها لأنها صرت في كل مكان الحمد لله. هذا بسبب شيء واحد، هو محبة الناس والشعوب بصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد. هي مش فقط أساس إنها تكون في تقنية معينة أو تكنيك معين، هذا أحد الأسباب المهمة، لأن المجتمع يحب أصحاب السمو والتواضع. فكانت هذه الرسمة جزء بعد من تعبير الشعبي الشعب سواء كانوا مواطنين أو مقيمين ومحبين، لقوا تعبيرهم من خلال هذه الرسمة. عملت إحوى وطنية لهذه اللوحة، فأصبحت أيقونة وطنية موجودة في كل بيت، موجودة في كل مكان. مثلا في قطر أصبحت أهمية الفن واضحة، أصبح بتحفيز الجمهور للفنانين أن يساهمون في رسوماتهم وتعبيرهم. صاحب السمو يشجع الشباب القطري، وهذا العشم في الشباب القطري، بحيث أن دائما معطائين لهذا الوطن. كان شرف كبير بالنسبة لي، والآن اللوحة موجودة في متحف قطر الوطني، أصبحت جزء من التاريخ، وهذا شيء كبير بالنسبة لي. هذه الأعمال كانت تتكلم عن الثقافة القطرية بشكل خاص، موضوعات لوحاتي تكون لها موضوعية مهمة من ناحية المجتمعية، لأن هذه هي مسؤولية مجتمعية. أنت مش فقط كمان بترسم لوحة جمالية، كل لوحة جمالية في إحساس وشعور لا يوصف، بحيث أن كيف اللي صار هذه كصدمة، وترجمتها إلى لوحات مختلفة، بحيث أن العالم يحتاج الإنسان نفسه بعيدا عن العنصرية. العالم يحتاج المزيد من الحب، يحتاج المزيد من العطاء، يحتاج المزيد من التماسك والسلام بين الناس.